وده على فكرة ده عقيق. ما انا عارفة، انا مش اول مرة باجي عندكم المعرض، انا بس بسأل تمنه كام. 1300 بس يا فندم. ذوقك حلو قوي. ميرسي. ده اسمه نصب. عيب يا استاذ. مش كده، انا اللي عيب ولا انتوا اللي عيب؟ ازاي تغشوا الزباين بتاعتكم وتبيعوا ليهم شغل معمول على مكن واستنباط على انه شغل هاند ميد؟ حضرتك الشغل ده مش احنا اللي بنعمله، ده مستورد. عارف الشغل ده انتوا بتجيبوه من الصين مش كده؟ تحب اقول لك بقى بتجيبوا كمان الواحده بكام؟ طب انا راجل بشتغل في الشغلانه دي من زمان وفاهم، ومحدش هيقدر يضحك عليا، لكن الناس التانيه ذنبها ايه؟ طب ممكن حضرتك تهدى شويه وتعرفنا حضرتك عايز ايه؟ انا عاوز منكم حاجه، انتوا اللي تعوزوا مني، لان انا راجل بشتغل في الشغلانه دي بقالي 10 سنين. اهلا وسهلا يا فندم، شغل حضرتك فين؟ ولو انه مش شغلك، انا بشتغل في ايطاليا بصمم موديلات وبنفذها في مصنع بوتشي في ميلانو. ممكن بدل اللي احنا عاملينه ده كله ارتب ميعاد لحضرتك مع المدير، ولما حضرتك تقابله تتناقش معاه في كل اللي انت عايزه ممكن يحصل منكم شغل. يظهر انك لسه مش فاهم انت بتتكلم مع مين. مدير ايه اللي انا هقابله وليه؟ انا راجل جاي اجازه وسمعت عن الجاليري ده قلت اجي اتفرج، لكن للاسف ما كنتش اعرف ان المستوى نزل للدرجه دي. عن اذنكم. على فكرة أنا ممكن أعمل معاكي ديسكاونت هايل. بعدين. لو سمحت. حضرتك بتنادي عليا؟ أيوة أنا كنت في المعرض جوه وسمعت حضرتك وأنت. هو أنتوا ليه مش بتفهموا بسرعة؟ أنا مش عايز أقابل أي حد فيكم جوه، عشان أنتوا ناس حرامية ونصابين وغشاشين. لا حضرتك فاهم غلط، أنا مش بشتغل جوه، أنا زبونة. سكوزا. انا اسف جدا. ما حصلش حاجه، انا بس كنت عايزه اقولك ميرسي انك خليتني اخد بالي، انا بشتري حاجات كتير قوي من هنا. يا فندم دول بيستغلوا جهل الناس ان هم يعني مش فاهمين قوي في الحاجات، ويبيعوا لهم اي حاجه وباسعار غاليه جدا. غريبه قوي، مع ان المعرض ده المفروض يعني انه اشهر مكان هنا، يعني ده يعتبر رقم واحد في مصر. عشان مفيش حد بيجيب شغل كويس. طيب حضرتك ممكن تقولي اجيب منين بقى الحاجات الكويسه؟ ده انت شكلك غاوية الموضوع ده، مش بس واحدة بتشتري يعني. جدا، يعني انا بحب الاحجار من وانا عندي 10 سنين. ايه كوزي، معقولة؟ بابايا كان بيجيبهولي وانا يعني كان بيجيب لي الاحجار كده وانا صغيرة، بس لما كبرت بقى بقيت انا اللي بجيبها لنفسي. طيب انا نصيحة مني، بلاش تشتري خالص من المكان ده، لان دول نصابين. يعني دي شغلانة بتاعتي من زمان وانا فاهم كويس فيها. انا سمعت حضرتك جوه بتقول انك بتشتغل في المجوهرات في ايطاليا مش كده؟ انا ديزاينر بعمل حاجات هاند ميد. يعني اهلا وسهلا استاذ ايه؟ شادي. مهندس شادي روبي. اوكي انا عبير محي، طالبه في كليه الطب. تشرفنا دكتور، عن اذنك. ثانيه واحده بس، هو حضرتك سايبني وماشي؟ امال ايه؟ حضرتك ما قلتليش اجيب منين الشغل الكويس. ده انت فعلا شكلك غاوية جدا الموضوع ده. ايوه بالظبط. بطل حاجة تاني؟ لا تمام كده صح. طب قول لي اخبار البنت اللي اتقتلت دي ايه؟ شغالين يا باشا، شغالين. ما انا عارف انكم شغالين، انا بسأل وصلتوا لايه يعني؟ بصراحة يا باشا الموضوع ده معرف جدا، مفيش خطأ يدل نمشي وراه. يعني ما وصلتوش لحاجة. ما يا باشا، ما هو ايه يا ايمن، انا فهمتك قبل كده الموضوع ده حله اهل البنت. لا يا باشا، ما هو اهل، ما هو تاني يا ايمن. يا واد انت اسمع وانت ساكت. اتفضل سعد. اسمع، انا قلت لك اللي عمل كده عاوز يقول حاجة، شوف انت بقى دور مين اللي عايز ينتقم من الناس دي، مين اللي عايز يبعت لهم رسالة قاسية قوي كده. يا باشا ما احنا غربلناهم، ما وصلناش لأي حاجة. دوروا تاني يا أيمن. يا باشا. تاني وتالت ورابع، لحد ما توصل لجديد. اتفضل. بإذنك يا باشا. Thank you.
يعني انت عايزه الزمرد هنا وهنا العقيق؟ اه مش هو كده هيبقى شكله حلو؟ والله انت اللي هتلبسيه. ايوه ما انت برضو لازم تقولي رايك ايه، انا مش قادره اتخيل قوي يعني. طب انا هقولك على حاجه، انا ممكن اخد الحاجات دي اركبها لك النهارده وبكره اجيبهولك تشوفيه، ولو ما عجبكيش نفكر تاني. بس مش انت بتقول انك مسافر بعد 3 ايام؟ اه صحيح. طب انا عندي فكره تانية دلوقتي، انا خلصت الشاسيه الفضه ومش ناقص غير تركيب الحجر، ايه رايك تيجي معايا في المكان اللي انا بشتغل فيه واركب لك الحجاره وانتي قاعده وتشوفيها، لو ما عجبكيش نجرب كذا حاجه لغايه لما تلاقي الحاجه اللي عجبك. بس انا كده مش هتعبك معايا؟ لا خالص، ده شغل. طيب اوكي. هو عموما الموضوع مش هياخد غير 2 أو 3 ساعات، فكري وشوفي، انا تحت امرك. لا خلاص، طالما 2 أو 3 ساعات مفيش مشكله. طيب خلاص اتحرك انت بعربيتك وانا هاجي وراك بعربيتي. لا سيبي عربيتك هنا وتعالي معايا في العربيه بتاعتي عشان ما نتوهش من بعض يعني، واحنا لما نخلص انا هبقى ارجعك تاني العربيه. ماشي اوكي. اوكي. حلو قوي قوي. بس المكان بتاعك في حته غريبه شويه. كل المراسم كده. انت كمان بترسم؟ انا اساسا خريج فنون جميله. المرسم ده انا اخدته من زمان، برسم فيه وبنحت تماثيل وحاجات كتيره. ولسه عندك من الحاجات دي؟ مالته كتير قوي، هتشوفي بنفسك لما توصلي، بس بشرط. ايه هو؟ تقولي رايك بصراحه ومن غير مجامله. اوكي موافقه. بس غريبه انك حابب تقعد في اي كافيه. اصل انا عندي السكر، والحاجات اللي بيقدموها في الكافيهات دي بتلخبطني السكر خالص، والحاجات الدايت قلتها احسن. تلاقيه عندك من وانت صغير. من وانا عندي 6 سنين. معلش تلاقيك بتتضايق من حقنه الانسولين. انا خلاص اخدت على كده، عشان كده تلاقيني دايما حاطط في العربيه شويه عصير عشان لو السكر وطي ولا حاجه. طبعا الكنبه اللي ورا هتلاقي فيها كيس فيه عصير، هاتي لي واحده وهاتي لنفسك واحده. لا ميرسي مش عايزه. لا بجد لازم تجربيه، انا جبته معايا من ايطاليا هيعجبك جدا. انا هاخد توت. معلش يا واحده بس، وانت نقي النوع اللي يعجبك، ولو عايزه توت خديه مفيش مشكله. لا خالص. طيب اوكي. انا هاخد رومان، بحب رومان قوي على فكره.